الآن استمعوا جيدا على مثال ويسأل قبل
رجل من التابعين لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه وصى عمر بن الخطاب رضي الله عنه به إذا لقيه أن يطلب منه أن يستغفره أو يدعوه. فكان عمر في خلافته يسأل الغفور القائم محمدا له: أفيكم أويس؟ حتى لقيه في أحد الأعوام ووجده رجلا ليس كوجهاء الناس لا يؤمن به أحد، فأخبره بوصية. عند المغادرة سأله عمر بن الخطاب: يا عويس، إلى أين تريد أن تذهب؟ قال عويس: الكوفة. ثم قال عمر: هل يجب أن أكتب الرسالة إليكم موظفي في كوفة حتى يلبي احتياجك؟ قال عويس: أفضل أن أكون إنسانا لا يحسد. ما شاء الله. اختار عويس القرن أن لا يكون معروفا ومشهورا بين الناس. ثم ماذا عنا؟ لسنا شخصا أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاحنا، ولسنا من التابعين الكرماء، بل يمكن لسنا من البر للوالدين. ثم ما نتوقع أن نكون شافعين عليه. أيها المستمعون المحبوبون والمستمعات المحبوبات، اذكروا يا أصدقائي أن طلب الشفقة الذي يسمى بالرياء هو فيروس خطير جدا لا يمكن الاستهانة به. أنه يبدو قليلا ولكن الخطر كبير، بل ذكر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشرك الأصغر، كما قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة: إذا جزي الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. الضواج والشقة والشعبية كالجوع الذي لن يشعر بالشر، إذا وقع شخص فيها فمن الصعب عليه ويمكن أن يبطل دينه. أيها أصدقائي الذين تشتيق إليكم الجنة، هل نريد أن نكون كل حسناتنا غير فائدة؟ هل نريد أن نكون معروفا بين الناس ولكن الله لا ينظر إلينا قليلا؟ هل نريد الاستمرار في تعكف رعاية البشر إلى كثرة؟ إن لم تكن بذلك فلنكن كما في الواقع. عند الله عز وجل ليست من كل الشعبية أو الشقة هي إنجازي.